نورمان يلا الفطور جاهز. ايه نازلي، شو رأيك اتصل بسعيد كرمالك؟ مين هاد سعيد فتون؟ سعيد رفيقه لفريد، مو عطاني بطاقته وبعدين ضيعتها ورجعت لقيتها. شو نازلي انت مو مركزة معي ابدا؟ لانك ما قلتي لي القصة حبيبتي، مو لازم تقولي سعيد وبس، لازم تقولي هاد اللي كذبت عليه وقلت له مصمم. ايه انا مصممة ازياء مستقبلية ورح كون صاحبة محل الازياء، اعطيته معلومات سابقة لأوانا. برأيي تتصلي فيه وتقولي له الحقيقة، ممكن بأي وقت تبين كذبتك وتنفضح فتون. اوف لا لا فتون، بدك تحكي مع سعيد هلا، بدك تقولي الحقيقة وتصححي له كل شيء قلتي. مصممة ومو قدرانة تدفعي ايجار بيتك. الو سعيد، مرحبا فتون معك. ايه الكذابة فتون، انا ما عندي محل للازياء، انا بكون رفيقة الطباخة نازلية اللي بتشتغل عندكم. ايه بصراحة انا وضعي مو منيح وما معي ليرة وما فيي ادفع ايجار بيتي وحتى ما معي مصاري. ييه سكر التليفون بوشي. ما معه حق بنوب. شفتي شلون؟ يلا بسرعة نورمان، نحنا بلشنا بالأكل. ها رح نتأخر. في شغل؟ ايه في مكان عنده ضغط كتير بنهاية الأسبوع، طالب عامل إضافي بالمطبخ، رح أجرب حظي واتصل. وانتي؟ دائما بيكون الطلب على فساتين العرس وبدون أشخاص سريعين بالشغل، بس نازلي أنا بدي مكان لحتى أطور حالي فيه. يا ريت تطوري ميزانيتك هلأ فتون. هبلة. ألو سعيد؟ إيه أنا فتون الكذابة، قبل شوي حكيت معك. مرحبا، في عندك شغل؟ آه ما في بنوب ما؟ طيب في عريس حواليك؟ آه عن جد حواليك عريس؟ خلينا نتزوج لكان. أنا رح أفتح الباب. ايه شكرا، خلينا نستفيد منك بشغله. تفضل. مرحبا، الست نازلي موجوده؟ هالفستان إلها. ايه هي جوا وانا اختها، اذا بدك فيني استلمه. الحقيقه بعت لي اياه سيد فريد اصلان. عفوا. ايه سعيد بيك تقريبا قريب منه، وصلي لاختك. ماشي تمام. طيب انا رح حل القصه. شوفي ما بعرف فستان لنازلي. تفضلي اختي، هذا الطرد الكبير من مديرك السابق فريد بيك، تفضلي. لألي؟ ها فستاني رجالي من جديد، والله خيطته بمصاري حلال. انا عطيته لاختك لما راحت على الجمعية اليابانية مشان تلبسه هني. انت شلحتي فستانك اللي كنتي لابستيه بالحفله اليابانيه ببيت مديرك؟ ليش ما خبرتيني باللي صار؟ يلا قولي لي، تشوقت احكي لي. حبيبتي نورمان، ست فتون بتحكي لك. كو نزلت بالحكي، بس طبعا ما تضيفي شغلات من عندك حبيبتي فتون. اختك نازلي راحت لبيت السيد فريد بس مشان تحضر القهوه للضيوف اليابانيين اللي كانوا عنده. بتعرفي نازلي بتحكي ياباني؟ اختصري فتون، انا عم بسال يا روحي عن اللحظه اللي شلحت فيها الفستان. اختي ما كتير تفتحي عيونك وكأنه صار شي، لأنه اللي صار مو مثل ما عم تتخيلي ابنه. لكن اشرحي لنا شو صار. انا شلحت الفستان لأنه كنت بدي اقدم القهوة. بدك اقدم لهم القهوة بفستان سهرة؟ ايه نورمان هيك صار، لهذا السبب انا بدلت الفستان مو اكتر. وبعد ما خلصت الحفلة رجعوا فورا كل العمال اللي كانوا بالبيت بباص كبير بالليل، واختك نسيت الفستان. هلا هيك القصة؟ يعني اساسا كنت رح اتفاجئ لو صاير غير هيك قصه. وبعدين على شو بعت كل هالطرد؟ والله لما شفته فكرت فيه شيء مهم. يعني شو فكرتي رح يبعث لي؟ والله وانا توقعت بعت لك شيء مهم لانه الطرد كبير. يلا تفضلي قطعي كيس البطاطا نازلي، وقطعي كيس البصل، والهامبرجر حضريه نازلي. بس ما عنا مصاري تكفي، بنعطيكي 60 ليره بتكفيكي نازلي؟ انا بدي اخذ هيك راتب؟ لا بشتغل ببيتي احسن لي. اعطيني رايك، شوفي شو طالعه حلوه. شبكي فتون، عندك حفلة ولا عرس؟ لا تقولي انك نسيتي، عن جد مو معقولة. انتي مو قلتي انه نحن انعزمنا على حفل موسيقي المساء؟ قلت انه انعزمنا فتون، بس ما قلت رح نحضر. يعني كل حفلة بيعزمونا عليها لازم نحضرها؟ ما عم اسمع نازلي. يلا اختي روحي ونقي شي تلبسيه فورا، رح نروح نحضر حفلة العلا. شو كان اسمها؟ عليا. عليا فتون، اللي بشوف قديشك متحمسة بفكرك مستمعة من الدرجة الأولى. أنا عم أقول رح نطلع ونحضر الحفلة تبع عليا وأنت لساتك عم تطبخي، مو معقولة نازلي. أنا معصبة فتون، معصبة من كل المدراء، فهمتي؟ مثل مو شايفة عم أشتغل حالياً بتحضير الأكل مشان هدي أعصابي وروق. لا
ليكي حبيبتي، لبس التياب الجديدة والمكياج هالشي بخليكي رايقة ومبسوطة كتير يا روحي، انتي جربي وشوفي. فتون، ليكي عليا عزمت فريد كمان، وأكيد رح يجي ورح يصير أكشن بحياتي، وأنا مليت من هالموضوع، ما بدي روح. وإذا إجا نحن شو دخلنا؟ لا تطلع بوشه أبداً، شغلي حالك بعزيز. وأصلاً أنت ليش هيك زعجة حالك كل هالقد؟ لا ماني مزعوجة، هيك مبيني فتون؟ إيه والله هيك. مشان شو بدي انزعج؟ ليش مين هو؟ رح أبعت رسالة لعليا وإلا أنه جايين. أصلاً ما بعرف ليش تأخرتي لحتى تعطيها خبر. كأنك مقطعة بصل؟ هلأ بينزلوا دموعي وبينتزع مكياجي، الله يسامحك. فتون انتي حلوة، شو ما عملتي؟ شكراً حبيبتي.